رجعنا لكم تاني ووصلنا لفقرة الخير. وزي ما دايما بنتكلم مع حضراتكم، في عندي دايما مقولة كده أنا مؤمنة مقتنعة بيها جدا: من منا، أي بني آدم في الكون، مين مش محتاج رضا ربنا سبحانه وتعالى عنه؟ مش محتاج بركة في حياته، مش محتاج إن ربنا يرفع عنه ابتلاء، يحل المشكلة، يحل أزمة، سواء كانت أزمة اقتصادية، أزمة صحية، أزمة عائلية، اجتماعية. مين منا مش مبتلى؟ ازاي ان انا اوصل لرضا المولى عز وجل؟ ازاي انا كمسلم، ايه المطلوب مني؟ اعيش حياتي ازاي؟ وادخر الى الاخره ازاي؟ ازاي انا كمسلم اتعامل مع المولى عز وجل؟ ما انا بتعامل مع المولى عز وجل في الناس. يعني انت بتتعامل مع ربنا ازاي؟ تتعامل في الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك وتكون من افضل عباده ومن احب العباد ليه، لازم تكون نافع لعياله ولعباده. ده اللي هنعرفه ازاي ممكن نوصل تكون عندنا روشته نمشي عليها، هنعرفه دلوقتي من فضيله الشيخ احمد دسوقي من علماء الازهر الشريف. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. طبعا سؤال كبير وفضفاض شويه. لا جميل، ولكن واقع عملي. لكن ايوه، هو الفكره الواقع العملي طبعًا. ان انا اتعامل ازاي؟ ايه المطلوب مني كمسلم؟ في البداية نستعيذ بالله من الشيطان ونبسمل بالله الرحيم الرحمن، وحمد لله الواحد الديان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأزهران الأنوران الأشرفان على سيدي ولد عدنان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق لنا بها يا رب أبواب الشر والتعسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في يوم من الأيام مع أصحابه فقال لهم ثلاث كلمات: بلغوا عني ولو آية. نعم. فكانت رسالة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأي واحد مسلم. نعم. إن هو مدام مسلم إذن هو داعية إلى الله عز وجل. نعم. كلمة بلغوا دي فعل أمر. يبقى لازم كل واحد شهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله إذن هو داعية إلى الله عز وجل. واحد من السادة المشاهدين الوقت يقول لي: أنا محامي، معرفش أطلع على المنبر وأتكلم. طبيب، موظف حكومي، صيدلي، عامل، أي فلاح، أي إنسان له وظيفة أخرى غير كلمة داعية، ما ينفعش أطلع أقف على المنبر وأتكلم. إزاي النبي بيقول لي لازم أبلغ عن ربنا عز وجل؟ أيوه، النبي يريد أن نبلغ عن الله عز وجل بالأفعال أكثر من الأقوال. المحامي اللي يدافع عن المظلوم عند ربنا عز وجل أحسن من عشرات الدعاء إلى الله عز وجل على المنابر. نعم. الطبيب اللي بيعامل المرضى في المستشفى زي ما بيعاملهم في العيادة الخاصة بتاعته عند ربنا أفضل من عشرات الدعاء على المنابر. نعم. وإحنا داخلين على العام الدراسي الجديد، المدرس اللي هيعامل ربنا عز وجل في المدرسة زي ما بيعامل الطلبة في الدروس الخصوصية بالضبط، شرحه في المدرسة لا يقل أبدا عن الدروس الخصوصية، ده عند ربنا عز وجل أفضل من عشرات الدعاء على المنابر. يعني ده تحقيق التقوى في دلت الشيخ. طبعا مهم في حياتي جدا. ليه؟ لأن الطريق للجنة عن طريقين: بيتي ومهنتي وشغلتي. الطبيب اللي ما بيرضاش يكتب أدوية معينة نفس الدواء ده ونفس المادة الفاعلية بأقل عشرات الجنيهات، لا، ما بيرضاش يكتب العالي علشان خاطر ما ياخدش بونص معين في شركات أدوية ويروح يقضي أسابيع معينة في تركيا أو لبنان، ما بيرضاش يعمل كده خوفا من الله عز وجل. ده أفضل من عشرات الدعاء على المنابر. الموظف اللي بيعامل المواطن بدون ما هو يعرفه وبيخلص له مصلحته، بدون ما بيفتح له الدرج يحط فيه 10 جنيه، وبدون أي ما يعطله يقول له اطلع الدور الثالث، انزل الدور الأول، لا خليك في الدور الرابع، وهو في الآخر الإمضاء عنده ما بيعطلوش مصلحته، ده عند ربنا عز وجل أفضل من عشرات الدعاء على المنابر. ده داعية إلى الله عز وجل. علشان كده حضرتك هتتعجبي لما تعرفي ان اكتر من 800 مليون مسلم في حتة كده اسمها شرق اسيا اسلموا بسبب التجار. ايوه، اسلموا بسبب التجار مش بسبب الدعاء. معقولة يعني التاجر ده ممكن يكون داعية عند ربنا افضل من اللي بيقف على المنبر؟ ايوه والله العظيم. كان الراجل يروح للتاجر يقول له عاوز اشتري، يقول له البضاعة دي خلي بالك فيها العيب الفلاني ومكتوب عليها الماني بس هي صيني، بس للاسف انا مستوردها كده، كاتبين عليها الماني وهي صيني وانا ببين لك العيب. فيقول له معقولة الموبايل ده بيبيعه؟ يقول له خلي بالك هو اتفتح قبل كده وفي عيب الفلاني. معقولة؟ فيجي له تاني يوم يشتري من عنده، يقول له لا خلاص مش اشتري من جاري، يقول له ليه؟ صحيح. انا عاوز من عندك انت. صحيح. يقول له لا روح لجاري. يقول له انا عاوز من عندك، يقول له البضاعة اللي عندي هي البضاعة اللي موجودة عند جاري. يقول له طب وليه تخلينا نروح عند جارك؟ يقول له لحسن النهارده بعت بما فيه الكفايه. وسيدنا النبي بيقول لنا
لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لنفسه. فهو بيتعامل بمعامله القران، أيوة. بيتعامل اخلاقه القران زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده الصحابه فتحوا البلاد فتحوا البلاد والقلوب بالاخلاق. نعم. بالاخلاق. نعم. احس باخويا الموجود في اقصى البلد، مش لازم جاري، مش لازم اخويا من النسب، احس بيه، شعوري باخويا ده عامل مهم جدا في الحياه، والله العظيم من خلال هذا انت داعيه لله عز وجل. صحيح. عرفنا معناه كلمه بلغوا عني ولو ايه. كلمه مسلم، الديانه في البطاقه مكتوبه مسلم، اذا انت داعيه الى الله عز وجل. داعيه بقى باخلاقه، داعيه يكون يعني زي ما كده يتمثل بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، كان خلقه القران. نعم. فانا اتمثل بسيدنا النبي. نعم. في اخلاقه، واتمثل اتعامل مع الناس ازاي. طبعا. زي ما كتير بنقول يعني الناس كتيره مسلمين دون اخلاق، وفي ناس يعني للاسف اخلاق دون اسلام. للاسف انت احيانا تيجي تخش الصيدليه تشتري، يعني تبص تلاقي وبيبيع حاجه أدوية، هذه الأدوية لا تباع إلا بروشطة معتمدة لأصحاب الأعذار، فيبيعها لناس تانيين اللي هي المواد المخدرة بأضعاف الأضعاف من الأثمان. نعم. هذا الرجل ليس مسلم أبدا. صحيح. للأسف محتاجين فعلا نجسد حياتنا كلها في المجتمع. أشعر بحضرتك وحضرتك تشعر بي، وأنا أشعر بغيري، يعني بغيري في أشعر أحزانه، بغيري. أيوة. يعني في فرحه، إزاي أكون بقى ليا. نعم. ادخارات في الآخرة إن أنا بشعر بغيري، بتقدم، يعني إن أنا يكون عندي في ولهذا ادخارات. أيوة. ولهذا مؤسسة نبض الحياة مؤسسة بتسعى إلى هذا الهدف. نعم. الشعور بالآخرين، إن أنا أشعر بأخويا في فرحه في حزنه، إيه المتطلبات بتاعته، أروح أنا بسرعة ألبها له. هو ده أساس هذا الدين. سيدنا النبي. صحيح. صلى الله عليه وسلم لقى مجموعة من الأشعريين، يعني قبيلة في اليمن اسمهم الأشعريين، والنبي بيقول إيه؟ إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم، حصل عندهم حالة اقتصادية، موضوع الاقتصاد عندهم ضعف، الحالة المادية ضعفت عندهم، فسيدنا النبي شاف كده بيعملوا موقف. شوف المشهد بتاع سيدنا النبي لما شافه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم، جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه فيما بينهم بالسوية، ده تاجر ملابس وده تاجر أغذية وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، كملوا بعضهم وانت عندك ايه وانا ما عنديش، وجمعوا كده، جمعوا ثوب واحد، عملوا قماشة كده، وده عندك زيت انا ما عنديش، وده عنده رز وده عنده سكر وده عنده كذا، وقاموا مقسمينهم بينهم وبين بعضهم بالسوية بالتساوي. سيدنا النبي اتبسط من الموضوع ده، سيدنا النبي فرح بهذا الموقف العظيم والمشهد الجميل، مشهد ان انا اشعر باخويا في فرحه واشعر بيه كذلك عند الاحتياج. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة قوي، قال مفهوم غير بالمفاهيم اللي موجودة عند الناس في هذه الأيام. قال: فهم مني وأنا منهم. نعم. هم دول آل البيت، الناس اللي بشعروا بالآخرين هم دول آل البيت الحقيقيين. مش العبرة إن أنا أكون من سلالة سيدنا النبي والسند متصل به، لكن أنا أصلا من جوايا فارغ. نعم. مفيش عندي إحساس بالآخرين، ما عنديش شعور بالآخرين عند الاحتياج. أخويا يجي لي يخبط عليا وعارف إن أنا أقدر أقضي له حاجته، وأقول له للأسف أنت ما بتعرفنيش إلا وقت الحاجة، أنت ما عمرك ما رنيت عليا وجاي ترن عليا عشان خاطر احتجتني، يا أخي ده فضل من ربنا عز وجل عليك إن هو افتكرك وقت الحاجة، إن ربنا حب لك الخير وحبك انك يقضى هذا الرجل حاجته على يديك. مؤسسة نبض الحياة لذلك بتسعى في جميع المجالات اللي الناس فعلا في امس الحاجة اليها. حملة سترة، حملة شفا، حملة سقي الماء في الاماكن الاكثر احتياجا، حملة وقف النخيل، حملات كتيرة جدا. حملة وقف النخيل او مبادرة وقف النخيل برز فيها ونجحت مؤسسة نبض الحياة فعلا بلا منازع. إيه في هذه الايام يعني اسباب هذا النجاح؟ ان هم كان عندهم التجربه دي ونجحوا فيها، ويعني كانوا رائدين في هذا المجال. مؤسسة نبض الحياة لما فتحت موضوع المشاريع في موضوع سقي الماء في الاماكن الاكثر احتياجا، سواء عدادات ميه، سواء حفر ابار تخطوا فيها الألف بير في تجميع لتجميع مياه الامطار في مطروح، تخطوا بها كذلك الألف بير الارتوازي في وجه ابلي، تخطينا الاكثر من 3000 وسط ميه، كل هذه المشاريع وموضوع حمله ستره تسقيف البيوت، حمله ستره اللي هي بمعنى اخر تزويج الايتام الغير قادرين، بناء
دخلنا في 10 مساجد. وخلي بالك كلمه بناء مساجد عشان خاطر لو واحد من الساده المشاهدين بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك ايه بتبنوا مساجد، طب ما تبني مستشفى. لا، في عندنا شروط في موضوع بناء المساجد. الشروط دي ان ما يكونش فعلا في العزبه او في القريه الا هذا المسجد. صحيح. لكن ما يكونش في مسجد ثاني وراح ابني مسجد ثالث ورابع ابدا. لا، هو ده المسجد الوحيد اللي فعلا الناس بتقطع عشرات الكيلومترات عشان خاطر تروح تصلي جمعه، ما بيسمعوش اذان في المكان، انا دول ببني لهم مسجد. كذلك تخيلي يعني واحد ما عندوش وصله ميه، واحد ما عندوش وسط ميه، هل منتظر ان مؤسسه خيريه تيجي تعملها له ويروح يقطع عشرات الكيلومترات علشان خاطر يجيب ميه للبيت عنده؟ مستحيل. فموضوع الثقه والمصداقيه في المؤسسات الخيريه عندنا كمؤسسه نبض الحياه مهم جدا. فكل ما بتعمل حاجه مشروع بيفتح لك ابواب كتيره جدا. فكان مؤسسه نبض الحياه لازم تشوف مشروع استثماري، استثماري مش استثماري للمؤسسة ولا الناس، استثماري مع الله عز وجل. نعم. يخدم هذه المشاريع الكبيرة علشان بعد كده أنا يكون عندي اكتفاء ذاتي، إن أنا أعرف فعلا ما يكونش في واحد كل هذه المشروعات. ما فيش واحد في مصر. نعم. الهدف بتاع مؤسسة نبض الحياة إن ما يكونش في واحد في مصر لا يحيا حياة كريمة. بالتعاون مع الحملة التي تقوم بها الحكومة العريقة جمهورية مصر العربية، اللي هو تدخل الحياة الكريمة في جميع البيوت، ما يكونش في واحد يقول أنا محتاج. نعم. ما فيش واحدة تقول أنا محتاجة أن أنا أجوز بنتي. فكان موضوع مؤسسة نبض الحياة أني عملت وقف النخيل بفضل الله عز وجل، 1000 فدان شهر 10 القادم هننتهي من آخر أفدنة موجودة في هذا المشروع. وخلي بال حضرتك بتتكلم بالأرقام، ما بجيبش معاناه واقول لك شوف. انا عايزه بقى نشوف مع بعض تقرينا عشان تقول لنا وصلتوا لحد فين، وتقول لنا الناس ممكن تساهم معاكم ازاي وتشارك. يا ربنا يبارك في كل اللي بيساهم ويشارك ويساعد يا رب، ويكون ده في نفع العباد. نشوف تقرينا ونرجع تاني. هذا المشروع من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. عرفت ان من هنا تقدر تكون مفتاح للخير، فطوبى أي هنيئا لمن جعل الله عز وجل الخير على يديه. أنا أملي في ربنا سبحانه وتعالى أنه يغفر لك، أملي في ربنا سبحانه وتعالى أنه يكون سبحانه وتعالى جنبك بكرمه بعطائه بعفوه. ما تتأخرش. وكل يا رب الناس اللي ليهم نخل هنا يا رب تتقبل دعوتهم وتخلف عليهم يا رب العالمين. اللهم اشفي كل مريض يا رب العالمين. اللهم اخلف على كل صاحب مال يا رب العالمين. اللهم بارك في أولادهم وفي ذريتهم يا رب العالمين. اللهم انفعهم يا رب العالمين. اللهم اخلف عليهم وأنزل عليهم الخير صبا يا رب العالمين، وأنزل عليهم من رحماتك وبركاتك وسكناتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من هذا المكان المبارك أن تبارك في هذه الأرض، وأن تجعل يا ربنا ما يخرج منها إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك يا ربنا من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعل هذا العمل الصالح شاهدا لنا لا علينا. احنا كنا بنحلم واصبح الحلم حقيقه، عشان كده احنا فرحانين وبقول يا رب يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم. يا رب كل من ساهم في هذا النخيل ارحمه اذا عرق الجبين وكثر الانين وبكى عليه الحبيب ويأس منه الطبيب. اللهم ارحمه اذا وراه اضطراب وودعه الاحباب. اللهم ارحمه إذا نسي اسمه واندرس قبره وانطوى ذكره. اللهم ارحمه يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر وتنشر الدواوين. وارحمنا معه ووالدينا ووالديهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا سنفنى وإننا سنموت وإننا في وقت من الأوقات لا نكون على هذا الوجود، ولكن أرواحنا عندك يا رب العالمين، فاجعل هذا العمل
في موازين حسنات كل من قام وساهم، حتى ولو بالكلمة أو بالمال أو بالعمل، اجعله في موازين حسناته وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ونحن في هذه الأرض التي وقفت لوجه الله الكريم. ربنا يبارك ويعني في كل اللي بيساهم ويساعد، وزي ما بقول كده يعني احب الناس الى الله، يعني يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني اوصانا انفعهم للناس، انفعهم للناس ازاي تكون حبيب الله، فان انت تنفع عباد الله. صدقت. ربنا يبارك فيك. زي ما احنا شفنا كده، يعني هل مثلا اي حد بيشوف تقرير ده فيقول لك هي في كتير ناس بتسعى لعمل صدقة جارية، وعمل صدقة جارية في حياته، أو عمل صدقة جارية لوالدته لوالده حتى لو هم على يعني على قيد الحياة أو توفاهم الله، فهل تعد برضو يعني مشروع وقف النخيل، أو أن أنا يعني بيكون عندي نخلة باسمي؟ برضو هسألك سؤال، يعني هل مثلا برضو أن أنتوا يعني قلتوا لازم يكون في كل نخلة باسم اللي هو متبرع بيها، دي مثلا هل ده برضو بيفرق كتير مع المتبرعين، وازاي يكون عندي هذا في هذا المشروع صدقة جارية؟ اولا كلمة صدقة جارية هل تطلق على وقف النخيل؟ نعم. طبعا سيدنا النبي اللي قال كده. اولا تعالى نقول الحديث الاولاني، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به. نعم. سيدنا النبي بقى صلى الله عليه وسلم حدد لنا بعض من الصدقات الجاريه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، وكلمه صدقه جاريه يعني ايه؟ تجري مستمره. أيوة. دائمه. وهو ده المعنى كلمه الوقف النخيل. بدل ما نقول كلمه صدقه جاريه النخيل، هي اسمها وقف النخيل. نعم. وقف يعني مش بتاع احمد ولا سين ولا صاد ولا مؤسسه، وقف لله، انما وقف لله عز وجل. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انواع من انواع الصدقات الجاريه، فقال سبع. يعني سبع امور يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته. الله. يبقى يجري صدقه جاريه. قال صلى الله عليه وسلم، من علم علما، العلماء اللي بيعلموا العلم ده صدقه جاريه، العلم ينتفع به حتى بعد موته. الامام الشافعي بالله عليك تخيلت في يوم من الايام اللي هو مات، سبحان الله، العلم موجود، فتحس ان هو حي، فعلمه يجري. من علم علما او اجرى نهرا ناس تنتفع به، او حفر بئرا، او غرس نخلا اللي هو ده سيدنا النبي خصصه، او غرس نخلا، او ورث مصحفا، او بنى مسجدا، او ترك ولدا صالحا يستغفر له، ولد صالح كده ينفع البلاد والعباد بدل ما يكون فاسد في الارض. دي من ضمن الامور اللي يجري للعبد اجره وهو في قبره لو بعد موته. يعني محدده وقف النخيل، اذا كان ربنا يعني سيدنا النبي حط لنا الروشته ورث النخله. دي امر. الامر الثاني اللي عايز اوضحه للساده المشاهدين، ان الصور اللي احنا شفناها على ارض الواقع حقيقه دلوقتي دي مش فوتوغراف ابدا، مش صوره فوتوغرافيه ابدا، دي حقيقه على ارض الواقع. ده المشروع بتاع وقف النخيل، ده العلماء اللي كانوا موجودين بقى زي ما احنا شايفين كده. طبعا. كل واحد النخله بتاعته باسمه، مكتوبه باسمه، فهو بيصوروا جنبها. يعني ألف فدان موجود في سهل القروين في الفرافره في محافظه الوادي الجديد. ألف فدان لمؤسسه نبض الحياه زرعت منهم حاليا على الارض، على ارض الواقع 750 فدان بموجب 45,000 نخله. وكلمه ألف وكلمه النخله جنبها بير خد ملايين عشان يتحفر ويجيب ميه. البير ده محتاج مواتير، المواتير دي في صحراء ما فيش كهرباء، فمحتاجين طاقه شمسيه. فيلم كبير جدا، فيلم علشان خاطر تشوف المنظر اللي حضرتك شايفاه قدام عينك. لذلك محافظ الوادي الجديد لما شاف الموضوع ده على ارض الواقع قال انتوا ناس ما بتتكلموش، انتوا ناس بتاعه افعال، عشان كده هديكوا 10 فدادين هديه من محافظ الوادي، من محافظه الوادي الجديد لمؤسسه نبض الحياه. كل اللي يطلع من النخل ده، من التمر المجدول ده اللي هو بيتكلف عشرات الجنيهات، هيطلع هتعملوا مصنع لتغليفة وتعبيد التمور فيه. ربنا يجعله في الزين بقى. باقي من 1250 ان شاء الله يزرعهم في الشهر القادم، وخدنا ان شاء الله 10,000 فدان ان شاء الله، والعطاء مستمر في ميزان حسنات كل اللي بيشارك وبيساهم. يا رب. انا بشكر الدكتور الشيخ احمد الدسوقي من علماء الازهر الشريف، وما تنسوش قعدتنا النهارده ان شاء الله 11 مساء، واترككم في رعايه الله وامنه، والقاكم دايما على خير.